السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا كل مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم النهارده. احنا مكملين معاكم مشاهدينا في سلسله حلقاتنا اللي بداناها علشان نتعلم سوا الاحكام الشرعيه بشكل مبسط ونوضح فيها الاحكام دي لكل حاجه في حياتنا. زي ما قلنا المره اللي فاتت كل حاجه في حياتنا ليها ضوابط صغيره او كبيره. النهارده هنتكلم معاكم عن موضوع مهم هو فقه الحج، لاننا طبعا خلاص بدا الحجاج يسافروا ان شاء الله ربنا ييسر لهم مناسك الحج كلها وربنا يكتبها لنا جميعا ونحج كلنا كل اللي نفسه يا رب. واللي محجش السنه دي ربنا يكرمه ان شاء الله السنه الجايه، ربنا ما يحرم حد ابدا من العمره ومن الحج. عايزين نعرف النهارده كده بشكل مبسط ايه هو فقه الحج والمناسك والاركان، علشان في ناس بتتشدد في بعض مناسك الحج وممكن ده يسبب مشقه او ضرر على الحجاج. فانا برحب طبعا بضيفنا فضيله الدكتور اشرف مكاوي من علماء الازهر الشريف وامام جامع عمرو بن العاص. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، حياك. كل سنه وحضرتك طيب. الايام بتجري هو وموسم الحج والعيد الكبير قرب. صحيح، ربنا يتقبل يا رب ويجعلنا من حجاج بيت. امين يا رب. ربنا ييسر الكل يا رب. احنا عايزين نعرف في الاول من حضرتك يعني معنى الحج. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحج هو قصد البيت الحرام لأداء النسك والشعائر التي فرضها الله عز وجل على كل مستطيع. هذا الحج عبادة من العبادات العظمى في الإسلام، وعبادة لها ضوابط ولها قيود ولها حدود. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. الحج كان موجود في الأمم السابقة وكل الأنبياء حجوا، لأن البيت الحرام بني أو وضع في الأرض قديما، قيل قبل آدم وضعته الملائكة، وقيل بل أمر آدم بتأسيسه. قد يسأل سائل: طب واللي عمله سيدنا إبراهيم وإسماعيل؟ ده رفع القواعد، يعني كأن القواعد طمست بعوامل التعرية فكشفها الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل وأمره أن يرفعها بعد أن كانت قد طمست، إنما هي متأسسة من قبل ذلك وموضوعة قبل ذلك. ولذلك سيدنا إبراهيم لما أخذ إسماعيل وهو طفل صغير مع أمه هاجر ووضعهما عند المكان الطيب المبارك، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يعني ما كانش لسه اترفع، ده رفع إبراهيم القواعد، وإسماعيل ساعتها كان شابا كبيرا، إنما لما كان طفل قال: عند بيتك المحرم. إذن البيت المحرم كان في هذه البقعة منذ زمن بعيد ومن قبل إبراهيم وإسماعيل. فحج أنبياء الله وحج الرسل وحجت الأقوام السابقة إلى هذه البقعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سيره إلى مكة في يوم بيقول للصحابة: في أي واد نحن؟ وادي. قالوا: وادي الأزرق. قال: والله كأني بموسى بن عمران مر بهذا الوادي يجأر إلى الله ملبيا. سبحان الله. وبعدين مر تاني في مكان ضيق فقال: أي ثنية هذه؟ مكان الضيق يسمى ثنية. قالوا: ثنية هرشة. قال: والله كأني بيونس بن متى على ناقة حمراء يمر بهذه الثنية ملبيا. الله. يعني كأن الأنبياء مروا في هذه الأودية وتلك البقاع ووصلوا إلى هذا البيت الحرام وطافوا به وحجوه كما أمر الله عز وجل. فهي القضية كما قلت قضية قديمة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤدي المناسك على وجه معين وبطرق مخصوصة، وهو الذي كلف أن يبينها لنا. فقال للصحابة ولمن حوله وللأمة من بعده، قال: خذوا عني مناسككم. فلابد قبل أن نذهب أن نتعرف على هذه المناسك كيف تكون. الجهل يؤدي إلى أخطاء كثيرة طبعا، وربما يؤدي إلى إفساد الحج. لذلك احنا بنقول لكل واحد يجب أنك أنت تقعد قدام شيخ وتسمع وتسأل وتتناقش ويبقى عندك تصور عن كل ما ستقوم به قبل أن تذهب إلى المناسك. دي نقطة مهمة أوي ياريت احنا ننتبه إليها، لأن الناس بتروح وهي مش عارفة، فبالتالي بتلاقي أخطاء كثيرة وتلاقي سوء في الأداء وتلاقي حتى في الأخلاق والتعامل وتلاقي يعني مشاكل كثيرة. طب ليه؟ علشان الناس مش واعية، وإحنا عندنا القاعدة بتقول: الوعي قبل السعي، العلم قبل العمل. قبل ما أتحرك أكون عارف أنا بتحرك فين ورايح فين وأحط رجلي فين.
فهذا ينبغي أن نعتني به وأن نحرص عليه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففقه المناسك معناها كده إن أنا أفهم الأحكام الشرعية لكل مرحلة من مراحل النسك. هو النسك ليه مراحل؟ أول مرحله إيه؟ أول مرحله الإحرام. أول حاجة بعملها هي الإحرام. طيب والإحرام ده أحرم يعني إيه؟ يعني أنوي النسك. طب وأنوي النسك يعني أقول إيه؟ أقول لبيك اللهم ها لبيك بحجة أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو بالعمرة والحجة معا. دي اللي هي النية اللي احنا بنعملها بنقولها بالظبط كده. أنا لما هقول بقى أقول إني عندي الحج تلات أنواع. تمام. في واحد بينوي إن هو يحج بس، واحد بينوي إن هو عاوز يعمل عمرة وبعد ما يخلصها ويتحلل منها يبقى ينوي تاني بالحج، لكن كل ده في أشهر الحج اللي هو شوال وذي القعدة وعشرة من ذي الحجة، مش عمرة رمضان. لا، اللي هيعمل عمرة في شهر شوال وبعدين يتحلل منها وبعدين يحج في نفس السنة، هيعمل عمرة في شهر ذي القعدة وبعدين يتحلل منها وبعدين يعمل حجة في نفس السنة، اسمه المتمتع. طب والقارن ده هيعمل العمرة والحج مع بعض بطواف واحد وسعي واحد، يعني كأن الطواف ده يا رب منه عمرة ومنه حج، والسعي ده منه عمرة ومنه حج، وهو كل حكاية سبع أشواط طواف وسبع أشواط سعي، مش هيخلوهم 14 يعني. أيوة. يبقى اسمه قارن. يبقى أنا عندي الحج كم نوع؟ تلات. تلات أنواع. بنسأل كل واحد أنت ناوي تعمل أي واحد منهم بقى؟ يقول لي طب هو إيه الفرق؟ هتفرق إيه؟ هتفرق إنك أنت في المتمتع لو كنت متمتع أو قارن هيبقى عليك هدي، لأنك جبت عمرة وحج سوا. سوا و أو متفرقين لكن من ميقات مرة واحدة، يعني أنت رايح عملت الإحرام قبل الميقات، يعني أحرمت من بيتكم أو أحرمت من عند الميقات أو قبل الميقات بقليل في الطيارة، لكن وانت في الحجة هتعمل إيه؟ هتحرم من الفندق، ده المتمتع بيعمل كده، هتحرم من مكانك. يبقى أنت ما رحتش الميقات مرة تانية، هيبقى عليك هدي. والقارن عمل عمرة وحج برضو من مرة واحدة بالميقات واحد وبإحرام واحد، يبقى أنت عليك هدي. طب والمفرد ما عليهوش هدي. واحد يقول طب والله دي حلوة دي، ما هو هنوفر 500 ريال إن احنا هنبقى مفردين، فهنعمل هنوفر 500 ريال. بس هتني محرم من ساعة ما توصل لغاية ما تخلص. فلو سافرت قبلها بأسبوع أنت محرم. شهر محرم. ولو شهر قاعد محرم بملابس الإحرام، يعني هتغطوا ممكن تغيرها ممكن تغسلها وتلبسها تاني، بس انت محرم عليك محرمات. فدي نقطة يعني. لكن عامة غالب الناس بيعملوا ايه؟ بيعملوا التمتع. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو يحرم بعمرة من بيته، يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الى الحج، وبعدين يروح بعد كده يعمل ينوي الحج يوم 8 ذي الحجة وهو هناك في مكة، ويحرم من الفندق اللي هو فيه ويلبس ملابس الاحرام تاني الحج بقى. يبقى فصل الاثنين عن بعض، عمره وبعدين حج، بس في اشهر الحج. تمام. اللي هي واحد شوال لغايه 10 لغايه فجر يوم 10 ذي الحج، دي كلها اسمها ايام الحج او اشهر الحج. طيب المتمتع بقى هيعمل، هيحرم يعني يعمل ايه؟ فيه سنن قبل الاحرام اللي هي التنظف كتقليم الاظافر قبل ما يسافر، يعني دي الحاجات اللي هيعملها دلوقتي في بيته قبل ما يسافر، قبل ما يبدا يتحرك. تمام. هيروح يعمل ايه؟ يقلم اظافره ايد ورجل، ها، يزيل الشعر الزائد في الاماكن الحساسه كلها تنظيفا، يقوم يغتسل، يغتسل يغسل جسمه كويس ويغتسل كانه غسل الجنابه او غسل السنه بتاعت يوم الجمعه مثلا، هيغتسل، وحتى الحائض هي كمان تغتسل. وبعد ده كلته يقوم يتطيب، يعني يتطيب يعني يحط الطيب على جسمه، يعني يدهن جسمه كده بالطيب، وبعدين يلبس الإزار والرداء بعد التجرد من الملابس تماما. الإزار اللي هو يغطي النصف السفلي، ويغطي النصف السفلي يبقى من فوق السرة، يعني احنا بنشوف بعض الحجاج في المطار وهم ماشيين تلاقيه منزل الإزار تحت كده، طب ما انت بينت جزء من العورة، لازم من فوق السرة تشد الإزار بتاعك فوق السرة، ها، والرداء بكل الغطاء النصف العلوي من الجسد.
وبنلاقي الحجاج في المطار عاملين ايه؟ معري كتفه اليمين. لا ده مش دلوقتي، مش دلوقتي، ده انت تعري كتفك اليمين لما توصل عند الكعبه وقبل ما تبدا الطواف. طيب وحضرتك دلوقتي قلت نقطه انه لما مثلا يغتسل في البيت ويعني ياخد دش وكده بيستعمل بقى الصابونه اللي بريحه، الشامبو، الكريم، لسه ما احرمش، كل ده ما احرمش، يحط بقى مسك بارفان طيب بالظبط، مزيل عرق، كل حاجه، كل حاجه يحط دي جائزة. كل حاجه هو لغايه دلوقتي لسه ما قالش كلمه الاحرام بالزبط. يبقى يحط الحاجات دي صحيح. تمام. وبعدين يلبس الازار والرداء دهوت، وبعدين مطلوب منه بقى ان هو يصلي ركعتين، يقرا في الاولى بالفتحه وقل يا ايها الكافرون، والثانيه بالفتحه وقل هو الله احد. تمام. ولو مش حافظهم يقول اي سوره حافظها، يعني مش قصه، يعني دي سنن بس. وبعد ما يخلص يقول بقى لبيك اللهم بحجه، اللهم اني قصدت بيتك الحرام لاداء نسك العمره او اداء نسك الحج، احنا قلنا ده متمتع، يبقى يقول لبيك اللهم بعمره، قصدت بيتك الحرام للاعتمار، يا ربي تقبل مني، يا ربي اغفر لي، ويتكلم بالطريقه اللي تريحه، مش لازم أن يكون صيغ معينه يقولها، لان ساعات العامي ده ما يعرفش يحفظ حاجة. فيقول لبيك اللهم بعمر، يا رب انا نويت اعتمر، يا رب تقبل مني. لبيك اللهم يعني ايه بقى؟ لبيك يعني يا ربي اجبت نداءك، فانت الذي امرتني ان اتوجه الى هذه البقعه، فها انا مجيب لندائك ومجيب لامرك. شوف، وكلمه لبيك لها معنيين، يا اما لب بمعنى اقام في مكان، يعني يا رب اقمت على اجابتك، يا اما لب بمعنى أخذ بتلابيبه. يعني يا رب سلمت نفسي إليك، أهو أنا جاي مستسلم زي واحد خدنا بتلابيبه وكده. فكأني بقول يا رب أنا مستجيب لك. يا رب ربنا ييسرها للكل يا رب، ويكتبها لنا وما يحرمش حد أبدا. يعني متعة بصراحة حتى الكلام صحيح. على الحج، وهنكمله مشاهدينا بعد الفاصل. معاكم مرة تانية مشاهدين على الهواء مباشرة، وبنتكلم عن فقه الحج، ودكتور أشرف طبعا بيحكي لنا على مناسك الحج والفرق بين أنواع الحج المختلفة. بس الواحد في الأجواء دي فعلا افتكر رحلة الحج، وهي صراحة أجمل رحلة في الدنيا، ويعني أتمنى أن كل واحد ربنا يكتبها له ويتمتع بيها وما يتحرمش منها أبدا، وكل واحد عنده المقدرة المادية وهو صغير كده يلحق نفسه ويطلع، لأن هي برضو بتبقى محتاجة صحة، وكل سنة حتى الواحد في العمرة سنة عن سنة بيلاقي نفسه مجهوده قل عن اللي كان بيعمله صحيح. قبل كده، فبرضو الواحد يلحق كده إيه في شبابه وفي كل سن. طبعا ربنا يمتع الكل، بجد هي أحلى رحلة، وألف مبروك لربنا كتب لهم الحج السنة دي. ربنا يتقبل منا ومنهم يا ربي، ويبلغنا جميعا بيته الحرام. آمين يا رب. آمين يا رب. هو طبعا الحج احنا اتكلمنا عن اول حاجة فيه اللي هي الاحرام، وقلنا ان الواحد بيلبي، وقلنا يعني ايه تلبية، يعني بيقول له ربي انا مستسلم لك، خاضع لك، مجيب لأوامرك، فانت اللي كلفتين. لان بالفعل على فكرة الحج ده دورة تدريبية في الضبط والربط والانضباط. يعني اللي بيروح الحج ده بيتدرب على العبودية الكاملة لله. ولذلك شوفي الحج يكون في أشهر معينة وزمان معين وفي يوم معين الناس تقف عرفة، لا ينفع قبلها بيوم ولا بعدها بيوم. وبعدين ينزل على بقعة معينة اللي هي البيت الحرام، فيطوف بالبيت ده، وسبعة ما ينفعش لا ستة ولا ثمانية، ويسعى ما بين الجبلين دول، ويروح مزدلفة البقعة دي، ويقعد في منى الأيام دي، وهكذا. فكأن طاعة مطلقة لله، احنا بناخد جرعة مكثفة للاستسلام المطلق لله رب العالمين. ولذلك سيدنا إبراهيم ده رمز الاستسلام، ولذلك ارتبط بالبقعة دي، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، لأنه بالفعل إبراهيم استسلم في كل حياته. أسلمت دي قالها بلسانه لكن وفى، وذلك ربنا شهد له في سورة النجم قال وإبراهيم الذي وفى. وفى بالكلمة، قال أسلمت، وفعلا أسلم. أي أمر يأتيه من الله ينفذه بلا تردد ولا تباطؤ ولا حتى استفسار ليه وعشان إيه، كان مستسلم استسلام مطلق ثقة في الله رب العالمين. فالحج كده برضه احنا بنروح نتدرب هناك على الاستسلام والعبودية والطاعة، فضلا ان احنا رايحين هناك كمان علشان نتطهر. احنا اللي فات ده مليان
صح ولا ايه؟ يعني اكيد سودنا الصحائف بمعاصي سودنا وتأثرت قلوبنا بهذه المعاصي والأجواء وهم الحياة ونكدها والصدام مع الخلق والإشكاليات في الدنيا دي كلها بتاكل من إيمانيات الواحد. تقوم يجي الحج بقى شحنة، تطهير، غسيل، انسى همومك، اخرج من كل المشاكل اللي انت فيها وتعالى كده عيش مع ربنا سبحانه وتعالى، وادخل على بيته واسجد واركع وطوف. معاني تانية الواحد بيروح بيتغير عليه الحياة، بتتجدد عليه الحياة، بيفصل ما بين ما كان عليه وما صار إليه، يعني خلاص كأن دي محطة مهمة قوي. ولذلك النبي يقول فمن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم أحلى جايزة هي كده، أحلى جايزة. كأني جاي جديد، جاي لسه مولودة، لسه مولود بالظبط كده. فإذا الحج لسه مولودة بس عندي الثوابات اللي فاتت. طبعا ما بيضحش الثواب دي زادت بقى لكن اللي مسحت السيئات بس. نعم، اللي بيحج الحمد لله بالروح ديت بيعرف يؤدي المناسك وبطعم معين ومذاق معين، باستمتاع لانه ده هدفه. صح، والهدف واضح قدام عينيه. طب واللي رايح وهو جاهل وغافل ومش واخد باله هو رايح ليه؟ هي فسحه، هي متعه، هي نزهه، هي رفاهيه، يعني حاجه بنعملها مطلوبه مننا وخلاص. الحجه ضعيفه والمناسك بيؤديها بضعف. وفي ناس بتيجي تقول لي كده في ايام، في يوم عرفه، يقول انا لغيت الان مش شاعر بحاجه، بقينا العصر يوم عرفه ولغيت الان مانيش شاعر بحاجه، انا قلبي زي ما هو، انا ما اتغيرتش. شوف، لان في اشكاليه عندك بقالك فتره. فارجو ان احنا من دلوقتي نستعد، اللي مسافر للحج يعد قلبه ويعد روحه ويعد نفسه بالاستغفار، بالتخفف من المظالم، بتوضيح الهدف في ذهنه دايما، بالتوجه الى الله وصدق التوجه الى الله عز وجل، بالدعاء والمناجاه والسؤال ان ربنا يعينه ويوفقه ويتقبل منه ويطهره ويغسله ويغفر له ويعفو عنه وهكذا. فالمعاني دي لازم نحضرها من دلوقتي وناخد بالنا بيها من دلوقتي. فاللي بيقول لبيك اللهم لبيك ده يقول لبيك بعمره، يبقى واخد باله هو بيعمل ايه، ومن اولها المفروض ينفتح على قلبه ابواب الرحمات وابواب الاقبال على الله، تنفتح من الساعه دي، من اللحظه دي، لان لو ما اتفتحتش دلوقتي هتطول عليه الشقه ومش هتنفتح الا بعد مسافه وضاع عليه فتره طويله هو غافل. طيب هو خلاص قال لبيك اللهم، ساعه ما قال لبيك اللهم بعمره، سواء قالها في البيت او قالها في المطار، لان في واحد ممكن يلبس ملابس الاحرام في المطار، واحد ممكن يلبس ملابس الاحرام في البيت ويصلي الركعتين دول في المطار، والركعتين يبقى لسه ما احرمش لغايه ما يصلي، اول ما يصلي ركعتين ونويت العمره خلاص يبقى كده دخلنا من لحظه بقى قبل ما اركب الطياره. بالظبط كده دخلنا في الاحرام. يعني ايه بقى دخلنا في الاحرام؟ يعني اصبحت اشياء محرمه عليا. ايه بقى اللي اشهرهم بقى اهمهم؟ اتحرم عليا لو انا رجل ان انا البس ملابس العادية، ان انا اغطي شعري، وعلى الرأي الراجح برضو ان انا اغطي وشي. تحرم علي الطيب، اي حاجة فيها طيب وفيها روائح جميلة لا ما استعملهاش، مناديل المعطرة دي ما استعملهاش، الصابون المعطر ده الافضل ان انا استعمله واتجنبه، اسمها محظورات الاحرام. تحرم عليا ان انا يعني لما لو حابه ياخد دش بميه بس، ميه او صابون عادي او صابون من غير عطر من غير ريحه. اتحرم عليا ان انا اقصر ضوافري، ان انا اقصر شعري او احلقه، ان انا اشد في شعري كده وانا قاعد ولا بتاع وكده واطلع شعر. لو مش قاصد خلاص، لو بيتساقط لوحده مفيش حاجه، يعني واحد بيهرش كده فشعره سقطت معلوش حاجه، بيهرش في شعره كده في شعره معلوش حاجه، بيغتسل بيستحمى ففي شعر تساقط معلوش حاجه ده. انما اللي بيقص اللي بيشد واللي بيقص بمقص واللي بيشد كده لا، ده اللي هيبقى عليه مشكله. اذا احنا عندنا محظورات نخلي بالنا منها. اصبحت الزوجه محرمه عليك الاستمتاع بيها، فاللي معاه زوجته بقى هو محرم ومش عارف ايه خلاص، انه لو بيسلم سلام عابر او بيقبلها كده في جبينها عشان مسافر ولا بتاع ده ما فيهاش حاجه، يعني ما ليس لا يقصد بها الاستمتاع. فبالتالي دي جمله من المحرمات عليه وهو هينجوى. طبعا لما يروح بقى الحرم يحرم عليه ان هو يقطع الشجر او يقطع حتى الحشيش بتاع الارض ده، او يقطع حاجه من شجره او كده، يحرم عليه.
فضلا ان هو يصطاد حاجه طبعا، ودي مش او اي اذيه حيوانات او صيد، لا طبعا. نعم نعم، الا الحشرات يعني. واحد يقول لي انا لقيت ناموسه فموت، يا عمي ما فيش حاجه، دي حشرات. عادي الحشرات تقتل، مش حاجه. طيب احنا لسه عندنا اسئله كتير في مناسك الحج، لكن مشاهدينا بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة، وبنكمل كلامنا مع دكتور أشرف عن رحلة الحج. أنا بس عايزة أقول حاجة، إنه ساعات الناس بتغلط في الحج، وطبعا الغلطة بقى بتخلي الواحد عنده الوسواس الفظيع طول ما هو قاعد هناك. أنا ما عملتش الحكاية دي، أنا وكمان الواحد لما بيرجع أكتر وبيبدأ يسمع بقى من الناس، الله ده أنا ما عملتش زي ما أنت عملتي، ده أنا فاتني كذا، ده انا ما كنتش مركزه في كذا، ويفضل بقى ايه مأنب نفسه، يعني انا حجتي باظت، يعني انا حجتي ضاعت. لا شوفي حضرتك، احنا عندنا 5 أركان في الحج اساسيين. لو سيبنا واحده منهم يبقى الحجه باظت. اللي هم ايه؟ اهمها عرفه طبعا. اهمها عرفه، ورقم 2 الاحرام، ورقم 3 الطواف اللي هو طواف الافاضه. ورقم 4 السعي بين الصفا والمروه، ورقم 5 الحلق او التقصير. عملنا الخمسه دول، كل ما سوى ذلك ها اما واجب يجبر بالدم لو تركناه، واما سنه لا شيء عليها لو تركناه. يبقى احنا اللي يجي يقول لي والله ده انا نسيت ايه فيهم؟ ما احنا عندنا 3 مستويات، ها عندنا اركان وعندنا واجبات وعندنا سنن. يقول لي نسيت ركن من الاركان الخمسه دول. لا لا، كل سنه وانت طيب، الحجه راحت عليك القضاء. يعني ده انا نسيت واجب من الواجبات، يعني مثلا تركت المبيت بمنى 3 ليالي او الليلتين اللي المفروض معاك، عليك دم. تذبح. اذبح. ده انا مثلا تركت ايه كمان؟ ما احرمتش من الميقات. في ناس بتعمل كده على فكره، فات الميقات وهو نايم في الطياره، لغايه ما الطياره فاتت الميقات ولقى نفسه في جده. ده انا كنت لابس الاحرام وفي نيتي ان انا هاحرم لما يقولوا لي احنا قربنا من الميقات. لا، راحت عليه نومه وما احرمش. مثلا يعني. او واحد من الجماعه اللي بيروحوا زياره ولا مش عارف ايه، ولو احرم قبل الميقات هيمنعوه. فيجي يحرم وهو لابس ملابسه. او يحرم بعد الميقات. مثلا. او ده يرتكب محظور من محظورات الاحرام. لكن الحج سليم وتمام. عليه بقى دم. كل الحاجات دي بعد الميقات مثلا. فالحاجات اللي هي زي دي نقول له فيها تتعوض تتصلح. طب واحد بقى ترك 2 ركعة سنة بعد الطواف، مفيش حاجه، ما حصلش حاجه. طب ده انا قرات سوره تانية غير قل يا ايها الكافرون، مفيش حاجه. مش مشكله، انا ما قلتش الدعاء ده هو ما بين الركن اليماني والحجر الاسود اللي هو ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، ما يضرش ولا كاني في حاجه. ولا يعني الـ الـ الاجر راح ولا نقص ولا ابدا ابدا. فاذا المساله ديت محتاجه الى ان احنا ما نعملش لنفسنا شيء من الربكه. الارتباك الذهني اللي بيحصل عند الحجاج ده بالوسوسه والتردد والخوف والحذر اكتر من اللازم والقلق والاضطراب، هذا بيخلي الحج نفسه مش مستمتع، ما هو قلقان من كل حاجه. ما ينفعش، ما تقلقش. وبرده هناك ما حدش يفتي لحد، كل واحد عنده تانية. سؤال يروح للشيخ. مشكله تانية دي. لان الناس بتلخبط بعض. صحيح. ممكن انا اكون سأله مثلا حضرتك على نوع الحج بتاعي انا. أيه. انا حسب رحلتي وظروفي انا. بالظبط. وصاحبتي طالعه في شركه تانية وايام تانية وظروف تانية. صحيح. فهي سأله الشيخ بتاعها. نعم. فنقعد نلخبط بعض بقى. وانا كمان ليا مذهب معين بفتي عليه. الشيخ ممكن يكون بيفتي على المذهب الاخر. فنقعد برضه نلخبط بعض. والاثنين صح. والاثنين صح. وكل واحد سمعت الشيخ ده وهي سمعت الشيخ ده، ما نقعدش بقى ساعتها نقول لا ده الشيخ قال لي كذا ونقعد نلخبط. ارجو ان احنا يعني نسال شيخ، واللي يقوله لنا ما دام هو عالم بالفقه وفقه المناسك خاصه، ما نقعدش بقى ساعتها نبلبل نفسنا ونسال اكثر من شيخ. ده الناس بتقعد تسمع المحاضرات والدروس والى اخره، وتيجي رايحه هناك في الحرم المكي وتروح تسال هناك المشايخ اللي موجودين في اماكن الافتاء في الحرم. فممكن الشيوخ هناك بيفتوا برضو على المذهب الحنبلي مثلا، يعني انا افتيتك هنا على المذهب الشافعي. ما تقعدش تبلبل نفسك. ما تجيش تقول لي هم هناك قالوا لنا كذا كذا. يا سيدي هو ده مذهبه، هو ده رايه. وانا اللي افتيتك بده راي اخر. يعني مثلا تكرار العمره،
انا اول ما رحت عملت عمره مثلا يعني وخلصت العمره بتاعتي اللي هي الاحرام، وبعدين رحت طفت بالبيت سبعه، وبعدين رحت سعيت ما بين الصفا والمروه، وبعدين قصرت شعري وقعدت هفت في دماغي كده اروح عند التنعيم اللي هو الحل بقى مسجد سيد عائشة واحرم بعمره تاني واجي اعمل له عمره قبل ما ندخل في ايام الحج او في يوم 8. لو راح سال هناك كثير من الشيوخ قالوا لا لا يصح تكرار العمره. ودي فتوى بعض العلماء هناك، في علماء سعوديين وعلماء حنابلة اجازوا وبعضهم لا يجيز. طب احنا هنا بنفتي بالجواز والفتوى الرسميه من دار الافتاء ومن غيرها واكثر مشايخنا بيقولوا بالجواز. يعني انا من حقي اعمل اكثر من عمره أكثر من على قد ما اقدر، مفيش مشاكل. لا هو راح سال هناك يقوم يجي ينشر، لا اوعوا تعملوا عمره، الشيخ النهارده قال كذا، سمعنا الشيخ في الحرم. يا سيدي دي فتوى بعض العلماء، انت ليه بتعمل كده؟ يجوز واصلا اختلاف العلماء رحمه سبحان نعم الله. نعم ان كل واحد يعني لما بتبقى الفتوى فيها كذا راي، انا بشوف الراي المناسب ليا انا واللي يريحني انا. صحيح. غيري ده ما يريحوش يريحوا الفتوى الثانيه، دي رحمه بينا كلنا. صحيح، وكلنا بنقلد الائمه المجتهدين اصحاب الفتوى وللذكر اللي ربنا قال لنا عنهم فاسالوا اهل الذكر، وساعتها تختلف رؤاهم واجتهاداتهم، ولا حرج حينئذ عند الاختلاف الاجتهاد. طب. ولا حرج علي ان قلدت اي واحد منهم. فبلاش انك انت تعمل البلبله دي وتقعد تعمل مشكله مع كل اللي حواليك عشان سمعت فتوى معينه من احد الشيوخ. اذا احنا ناخد بالنا من القضيه دي. انا لسه بتكلم عن موضوع الاحرام، وان الاحرام ده اول ركن من اركان المناسك بتاعه العمره. بعد ما احرمت خلاص توكلنا على الله، رحنا على هناك، نبدا اول حاجه هنعملها هنطوف. احنا خلصنا جدة ودخلنا على مكة، بنوصل الفندق بنستريح بنتوضى كل ده تمام، وانزل على الحرم. اول ما اروح الحرم عناية هتوع على الكعبة، ليا دعوة مستجابة ان شاء الله، وابدأ اطوف بالبيت الحرام. الطواف ده محتاج الاول من السنة، لو ما عملتهاش برضو مش لا حرج عليك، لكن من السنة الضباع اللي هو كشف الكتف الايمن والذراع الايمن. اجيب الرداء بتاعي كده من تحت ذراع اليمين وارميه على كتف الشمال، وابدا اجعل البيت على يساري وابدا اطوف فيه. بدايه الشوط تبدا من عند الحجر الاسود. الحجر الاسود ده حجر على ارتفاع متر وعشرة سنتي، ها، موضوع في الكعبه. كان حجر ابيض، هو ياقوت من يواقيت الجنه، نزل به جبريل عليه السلام، موضوع في داخل الكعبة نفسه، لكن الوش الأولاني بتاعه اسود، لكنه في الداخل ورآه بعض الصالحين عند تجديد الكعبة أبيض من اللبن وما زال موجود في داخل، لكن الوش الأولاني بتاعه ده اسود. أنا دوري إيه معاه؟ دوري إيه معاه؟ حاجة من أربع مستويات. المستوى الأول تقبيله لو عرفت أوصل، بس ده صعب على فكرة في الزحام الشديد وخاصة في الحج، صعب ان انا اوصل واقبل. طب مش عارف، طب استلمه بايديا، اعرف اطول ايديا كده لغايه ما ايه، اقعد ازاحم شويه لغايه ما ايديا تلمسه، خير وبركه. طب ما عرفتش استلمه، النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه عصا صولجان، يعني عصا عرجه، كان يحطها كده على الحجر ويقبل العصا. دي مستوى ثالث. طب انا كمان ما معيش عصا ولا اعرف اعمل كده، يبقى يكفي الاشاره، يبقى انا اتجه اليه بصدري واشير اليه بيدي اليمنى وأقول بقى اللهم إيمانا بكتابك واتباعا لسنة نبيك وفاء بعهدك وبسم الله الله أكبر وأبدأ. يبقى ده أول حاجة بعملها في بداية الطواف، وأبدأ أطوف بقى. يشترط للطواف ده أن أنا أكون على طهارة وأكون ستر العورة. أكون على طهارة يعني متوضي، يعني يعني ما ينفعش الطواف بدون وضوء. يعني لو أنا جيت انتقد وضوئي في اي وقت من اوقات الطواف على طول اخرج ما اكملش، اروح اتوضى واجيب وضوء تاني وابدا اكمل من نفس النقطه اللي انتقد فيها وضوئي. اذا انا هبدا اطوف وانا على طهاره، فلو انقطعت الطهاره انقطع الطواف. اطوف كام؟ سبع اشواط. هقول ايه في الطواف ده؟ ادعي بما شئت. ما فيش حاجه اسمها دعاء الشوط الاول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دي بلبله. وتلاقي الاخ اللي بيقرا من كتاب لا عارف يقرا لغه عربيه ولا عارف، بيقعد يتهجه ويتأتأ وحاجه اخر بلا كده. فاذا احنا ما ينفعش
ان 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 احنا نشغل نفسنا بالقراءه من كتب. سيب كده قلبك ينادي ربك ويتكلم معاه بما شاء، ومره يبقى دعاء ومره استغفار ومره تسبيح ومره صلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومره حوقله ومره يعني قراءه قران ومناجاه كده مع الله. انما اقعد ابلبل نفسي بالقراءه من كتب لا هخشع ولا هخضع ولا هعرف، ساعات كمان مش عارف انا بقول ايه، لان في كلمات كلغه عربيه انا مش فاهمها وبردد كلامه خلاص، ده كلام ما ينفعش ده. فاذا نخلي بالنا من هذا، نطوف بالبيت 7 أشواط وبعدين نخلصنا يلا بينا نصلي ركعتين عند مقام ابراهيم. مقام ابراهيم ده الحته الحجره اللي واقف عليها ابراهيم وهو بيبني البيت، اللي هي دلوقتي ذهبي زي اللي حطه عليها، ها اللي هو الصندوق الذهبي ده علشان يحفظوها، لان كانت الناس كل شويه تدخل تتمسح فيها لغايه حتى ما ضاعت معالم القدمين. هي دي حجره واقف عليها سيدنا ابراهيم، فغاصت قدمه فيها عشان يثبت وهو بيرفع الحجر. سبحان الله. وبعدين بعد ما خلص ركنها جنب الايه؟ جنب الكعبه. ففضلت على مر الايام بقى بعتها سيدنا عمر. لا الناس بتحب تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فالناس راحوا تصلي ركعتين فيعطلوا المطاف. قال طب ما نبعدها. فبعدت في المكان ده 13 متر ما بينها وبين الكعبه دلوقتي 13 متر، وحطوه عليها كمان صندوق كده علشان ما حدش يحط ايده عليها وكده يعني. ففي النهايه اصبح ده مقام ابراهيم، اصلي ركعتين هناك، بس ده في قلب المطاف برضه دلوقتي، صعب ان انا اصلي ركعتين هناك. وراها اصلي في اي حته بقى. ورا بقى. اي حته اي مكان وراها في اي حته في الحرم اصلي ركعتين، واقرا برضه كل ايه وكده. اوسع بقى ما نضايقش على نفسي. وقل هو الله احد. يعني نوسع بقى ما نضايقش على نفسنا في حاجات محدده. لا ده في ناس بتتمسمر وتيجي هنا تقول لازم اصلي ركعتين برضه عند المقام ده، وتلاقي الناس بتدفعهم وهو خايف حد يدوس على رقبته ويطأها وهو ساجد، لا عارف يسجد ولا عارف يخشع ولا عارف يتكلم ولا عارف يقرأ ولا عارف حاجة. طب انت بتصلي ولا بتضحك على نفسك؟ تعمل كده ليه؟ شوف العقليات، عقليات يعني فيها سقم. لا يا اخي فكر يا اخي، انت لا اديت عبادة وضيقت على الناس، بقى انت كده صليت؟ فاذا الركعتين عاوزين نصليهم في اي مكان، وبعدين نشرب من ميه زمزم، وزمزم اللي مشهور بلاه، وبعدين نروح على الصفا والمروه. جبل الصفا ما بينه وما بين جبل المروة 374 متر. أقعد أجري في 70 متر منهم والآخر أمشي ماشي طبيعي في بقية الأمطار. وأنا ماشي كده هقول إيه؟ برضو استغفار وحوقلة وتسبيح. مش بنحكي حكايات وإحنا ماشيين، مش قاعدين نتفرج على بعض، إحنا برضو في عبادة. بندعي، إحنا بنفضل ندعي 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 لغاية ما نوصل للمروة. يبقى ده شوط كده 7 أشواط، وبعدين أروح أحلق أو أقصر شعري. التقصير ده 3 شعرات كفاية، لكن لو عملنا تقصير كامل للشعر كله يبقى أحسن، ويبقى كده خلصنا العمرة والحمد لله. طب معانا تليفون مستنينا. أمينة أهلا وسهلا. وعليكم. عليكم السلام، اتفضلي. مدام دعاء، أنا بقالي 5 سنين بقدم في العمرة، بقدم في القرعة وما بطلعش. في الحج. وما بطلعش في الحج القرعة. ودلوقتي وقدمت في السياحة، كل مرة أقدم في السياحة لم يصب الدور. وأنا دلوقتي نفسي أطلع. أنا دلوقتي 69 سنة. ربنا يديك الصحة حبيبة قلبي. أطلع السنة دي قبل السنة الجاية يا عالم العمر. ربنا يديك الصحة وطولة العمر حبيبتي. يعني أنت معاكي الباسبور؟ أنا معايا الباسبور، بس عايزة تأشيرة. قالوا لي التأشيرة ب60 و70. أنا عاملة جمعيات بقالي 10 سنين وحوشة 30,000 أطلع بيهم. طيب أنت معاكي الباسبور جاهز؟ أيوة معايا الباسبور جاهز. طيب الباسبور جاهز. طيب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تطلعي مع برنامجنا السنة دي الحج إن شاء الله. ربنا ييسر كده، بس سيبي رقم تليفونك وفريق البرنامج هيتواصل معاكي دلوقتي بعد الحلقة على طول. ماشي. ان شاء الله ربنا ييسرها لك ويكتبها لك وما تعيطيش. يا رب يا رب ربنا يكرمك يا حبيبه قلبي. يا رب يا رب. طيب سبحان الله ارزاق. وهي بقى لها 5 سنين نفسها ان شاء الله ربنا يكتبها ان شاء الله ربنا يحققها لها، وبتحوش بقى لها 10 سنين اصلا سبحان الله في جمعيات سبحان الله. ربنا يحققها لها ان شاء الله وتصل الى بيت الله الحرام هذا العام. ربنا يكتبها لك يا حاجه ويتقبل منك يا رب ويبارك في عمرك.
طيب احنا وقت حلقتنا خلص، فعايزين نختم الحلقه بقى بالدعاء بعد الروحانيات اللي عشناها النهارده طول الحلقه مع رحله طيب الحج. احنا خلصنا كده العمر، خلصنا بقى الاولى بقى الاسبوع الجاي. ندعي دعاء العمر بقى. اللهم صل وسلم على سيدنا. اللهم اني نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى الا تحرمنا من حج بيتك الحرام ومن الاعتمار ببيتك الحرام. اللهم اكتبنا عندك من المقبولين. اللهم تقبل الحجيج يا رب العالمين، واغفر لهم وأجب دعوتهم وأعطهم سؤلهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظهم من كل مكروه. اللهم رد الحجيج إلى أهليهم سالمين غانمين، واقبل منهم يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا مع المغفور لهم، وأن ترحمنا مع المرحومين، وأن تقبلنا مع المقبولين، وأن تجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم أخلصنا لك وحدك، وارزقنا حسن العبودية لك وحدك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك، واقبضنا إليك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن تجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وصل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.